اتفضلي. فهمت لغاية دلوقتي إن الإيمان بالكتاب بيلغي نظرية التطور، هل كمان بيلغي نظريات الإنسان البدائي والإنسان قبل اكتشاف النار وبعد النار والحاجات دي؟ ده سؤال جميل جدا، لأنه مرات بنقول إنسان ما قبل التاريخ، تمام؟ التاريخ بدأ بآدم، مفيش ما قبل آدم، مفيش ما قبل التاريخ، التاريخ بدأ بخلق الله وفي اليوم السادس خلق آدم والدبابات اللي على الأرض. الإنسان الأول زي ما قلنا كان إنسان متقدم وكان إنسان ذكي، ما كانش عنده كمبيوتر، ما كانش عنده طيارة، لكن ده لا يعني إنه هو متخلف. لما تقري في تكوين أصحاح 4 وتشوفي إزاي إن أبناء قايين بنوا مدينة وكان عندهم ناس بترعى أغنام بكل الإدارات بتاعت الأغنام والpopulation بتاعتها والكلام ده كله، كان عندهم ناس عندهم موسيقى، صنعوا آلات موسيقية، تمام؟ في تكوين 4 فكان في ميوزيكال اندستري زي ما موجود دلوقتي، ودي من الحاجات المشهورة قوي واللي فيها ملايين الجنيهات، تمام؟ كان عندهم، بس ما كانش عندهم جنيهات زينا ولا حساب المال زينا. كان في حاجة تانية مهمة قوي، انها تعاملوا مع المعادن والألويدز، الألويدز دي السبائك، وقدروا يفصلوها. فالإنسان الأول ما كانش متخلف، ما كانش بدائي زي ما احنا فاهمين، وما فيش حاجة اسمها prehistoric man، ما قبل التاريخ، دي كلمة لا يذكرها الكتاب. فالتاريخ بدأ بآدم واستمر، وطوفان، وبعد الطوفان خرجوا، برج بابل، توزيع الناس، وده الوضع اللي احنا فيه حاليا. طيب والنار، النار دي أصلي وقفة كبيرة يعني في تاريخ الإنسان، اكتشاف النار جه في الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس ما بيوضح لناش امتى الإنسان اكتشف النار، بس الإنسان كان عنده معرفة بالطاقة وازاي كان بيستخدمها وازاي كان بيكتشف النار، هل بيجيب حجرتين ويشطهم في بعض، ما نعرفش. كتاب مقدس زي ما قلت ما هوش كتاب عشان أدرس منه تاريخ الحياة، بمعنى أني لو عايز أسأل عن حاجة في التاريخ العام بالتفصيل عن الحضارة الإغريقية ولا مش عارف إيه، ما افتحش الكتاب عشان أفهم عنها. الكتاب المقدس ما تعملش عشان لما أجي أحل مسألة رياضة أفتح سفر إشعياء أجد الحل، مش هيحصل كده. الكتاب المقدس هو كتاب تاريخ العالم الصادق، لكن ليه هدف، الهدف أن يحكي لي معاملات الله مع الإنسان، سقوط الإنسان، مجيء المخلص، إعادة الشركة مع الله، ده الهدف. فأي حاجة ماشية في الهدف هتلاقيها، أي حاجات فرعية مش هتلاقيها. ليه؟ لأن غير كده يبقى الكتاب هيبقى مجلد ما نعرفش نشيله.